فوزنا زي ما حضراتكم امبارح شفتوا على بتروجيت في نصف نهائي كاس مصر، وده يعني اول فوز تحت قياده سواريش. قول بقى هو ليه دور مالوش دور؟ لا اكيد ليه دور، طالما كان موجود ليه دور، جاي امبارح، جاي اول امبارح، جه على المباراه على طول، برضو اكيد كان ليه دور كبير. هنتكلم كتير جدا على الماتش، وهنتكلم عن تحديات المرحله اللي جايه مع الجهاز الفني الجديد، وهنتكلم كمان عن منتخب مصر واحنا ليه مش لاقيين حد يدربنا، برضو سؤال مطروح في الشارع المصري، يعني عايزين نفهم. خلينا نرحب بكابتن محمود صالح نجم الاهلي السابق ونتكلم في كل ده. بونجور جدا. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. صباح الفل كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله، منورنا كالعاده. وهستاذنك تعالى نبتدي بسواريش ورؤيتك لاستخدام هذا المدرب والمدير الفني الجديد، ورؤيتك كده من خلال متابعتك لرياكشناته وتصريحاته. يعني في ناس لقت ان تصريحاته متزنه الى حد كبير، حضرتك تتفق معاهم ولا ليك راي تاني؟ لا متفق طبعا. هو طبعا الفترات الانتقاليه دايما بيبقى فيها بعض المشاكل، انما الحمد لله الامور ماشيه كويس، قدرنا نوصل فاينل الكاس ونحقق الهدف من المباراه. مستر ريكاردو سواريش، احنا عارفين طبعا اللي كان يعني متداخل مع المسؤولين في النادي الاهلي، ومستر مانويل جوزيه، واكيد كلنا ثقه فيه طبعا، والاستعانه بيه في التوقيت ده اعتقد برضو يعني كان قرار صائب تماما، يعني لان مهما كان برضو ما بتيجي انت تدور على ورق وسي في بتاع مدرب، بعتقد ما بيبقاش كافي برضو، شخصيته ورؤيته الانطباعات العامه عليه طبعا، محتاجه برضو حد قريب منه يقدر يدينا كل المعلومات بشكل امين وشكل جيد. واعتقد الشخصيه الانسب من نفس الجنسيه ونفس البلد مستر مانويل جوزيه، اعتقد كان يعني اختيار موفق طبعا كترشيح. احنا نستعين بيه. هو في المؤتمر الصحفي اتكلم في عده نقاط برضو، وقدم طبعا الجهاز المعاون ليه بشكل تفصيلي كامل مفصل فعلا بالظبط، واتكلم برضو ان هو شاهد اربع مباريات للنادي الاهلي، برضه ياخد انطباع طبعا يعني عن الفريق، مهم جدا الواحد ما يجيش على حاجه مجهوله بقدر الامكان، كل ما بيحصل على معلومات اكتر اعتقد ده بيبقى شكله بتبقى يعني اسلوب جيد يعني. وما فيش شك طبعا ان احنا نكرر دور مستر مانويل جوزيه في هذه الامور. اتكلم بعد كده برضه على احنا قلنا على شاف اربع مباريات، واتكلم على الجهاز المعاون بشكل كامل، واتكلم برضه على طموحه يعني والخطوات الجايه، وان هو عارف النادي الاهلي. طب ده هو ده كلام، وانا عايز اعرف بس انطباع حضرتك مبدئيا عن اختياره هو شخصيا، رايك ايه، تقييمك ايه؟ انا عارف طبعا ان لسه بدري قوي، بس في ساعات بيبقى في كده انطباعات مبدئيه زي ما حصل على فكره مع موسيماني، من اول لحظه حط رجله فيها في النادي الاهلي كان في انطباعات ما متاخده عنه، معظمها ايجابي بطبيعه الحال، فهل نفس الامر بيتكرر هنا؟ هو في امور كانت تبدو انها بسيطه بس هي بتدي مؤشرات كويسه برضه. هو العامل الاساسي الاول تدخل مستر مانويل جوزيه في الاختيار، اعتقد ده اهم حاجه في النقطه ديت، لان هو النادي الاهلي طبعا قيد علاقاته كويسه جدا بالمسؤولين في النادي الاهلي، واعتقد هيكون مهتم ان يجيب لنا مدرب على مستوى فني عالي ومستوى مدرب عنده طموح وقادر عن ان هو يستمر بمسيره الناجحه بتاعت النادي الاهلي في الفترات السابقه دي. ف يعني اعتقد التفاصيل الصغيره ديت او النقاط اللي قد تبدو انها بسيطه بس اكيد هي فيها معاني كويسه وفيها يعني اطمئنان وفيها ثقه ان المدرب ده ان شاء الله هيكون له دور كويس جدا في النادي الاهلي. هي ايه النقاط البسيطه اللي هو قالها اللي هو وصلها لنا مستر مانويل جوزيه؟ انه يعني هو عن شخصيته تمام، بس قراءه حضرتك لسواريش نفسه؟ لا احنا شخصيا ما فيش حاجه وصلت بشكل يعني ليه بنسال السؤال ده؟ لان كنا بنقول حتى في بدايه الحلقه البعض بيروح او بيميل في فكره الاختيار للسي في، والواقع عكس كده، لان في مديرين فنيين كتير جدا، انا بتكلم في الكره العالميه كمان مش محليا، بيبقى عندهم سي في رائع ولا اروع كمان، لكن على الارض لا يحققوا المرجو اصلا من استقدامهم في الاول وفي الاخر. فسواريش ربما البعض انتقدوا اول ما تم الاعلان عن اسمه او طرح اسمه، فقال لك طب والسي في بتاعه ما هوش احسن حاجه، القصه كلها سي في ولا القصه كلها شخصيه المدرب وفكره والاستراتيجيه والتكنولوجي اللي بيستخدمه و الى اخره؟ كابتن محمود انت بتشوفها ازاي؟ كل المعلومات دي اللي حضرتك قلتيها في الاخر هو اكيد نقلها يعني مستر مانويل جوزيه. هو طبعا انا مع حضرتك
يعني هو السي في مش مقياس للمدرب. بس احنا برضو نرجع للنقطه المهمه، يمكن انا كررتها كتير، معلش انا اسف، موضوع تدخل مانويل جوزيه. اكيد ده هو دي النقطه اللي بتدي ثقه. هو رشح برضو يا كابتن محمود، هو رشح الاسم، هو ما يعني ما عملش اكتر من كده، هو رشح اسم سواريش يعني. بس على اساس يعني هو برضو مش هيرشح بشكل ماشي عشوائي. كويس بس انما احنا مش هنقدر بقدر الامكان زي ما انت ممكن يكون السي في خادع برضو، ممكن يكون مدرب سي في بتاعه متوسط وده سي في بتاعه عالي، انما برضه لازم ندرس الظروف بتاعت النادي الاهلي وطبيعه النادي الاهلي والاجواء اللي هيشتغل فيها. كل النقط ديت اكيد برضه زي ما هو ادانا معلومات جيده ومعلومات واضحه عن المدير الفني، مفيش شك هو برضه نقل له صوره حقيقيه وصوره واقعيه عن النادي الاهلي وطموحاته وعن جماهيره كمان. نقطه مهمه ان هو حتى تحدث في المؤتمر الصحفي عن النقطه دي تحديدا، قال انا جاي وعلى علم كويس قوي بطبيعه جماهير النادي الاهلي ان هم لا يقبلوا الخساره وبيتاثروا جدا باللعبه حتى الوحشه. فدي نقطه مهمه ان هو كمان يكون موجود ويبقى حاططها في الحسبان، فكره كمان الضغط الكبير جدا اللي بيتعرض ليه اللعيبه والفرقه عندنا كمان تحدث عنها، وفكره ان المدرب ما يقدرش، المدرب اللي مش هيلعب تحت ضغط ده ما يبقاش مدرب اصلا. يعني قال كذا نقطه فعلا تحسب ليه بشكل كبير. هنروح فاصل ونرجع نكمل مع كابتن محمود. اهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع كابتن محمود صالح، نجم من نجوم الدفاع في النادي الاهلي وكره القدم المصريه في اوقات سابقه. يمكن الكلام خدنا يعني لغايه دلوقتي اكتر عن سواريش، وده الى حد كبير طبيعي، الراجل لسه جاي جديد، وطبعا كلنا عايزين نستشف كده ايه هو هيكون اي نوع من المدربين. ولكن عشان برضو الوقت ما يسرقناش، خلينا برضو نفتح مع حضرتك ملف تاني كانت نود برضو اتكلمت فيه من شويه وقالتها لك في صيغه ايه، احنا مش لاقيين حد يدربنا ليه كمنتخب. ايه اللي حاصل بقى على الصعيد ده كابتن محمود؟ اعتقد برضو التجربه بتاعت الكابتن ايهاب جلال يعني بتفاصيلها يعني في الفتره الصغيره اللي تمت فيها برضو خلت اللي فيه قلق شويه في المسؤولين في اتحاد الكوره، وعايزين الاختيارات تكون يعني صائبه وتكون ناجحه يعني باذن الله. فدي يمكن عامله شويه تردد شويه في الاختيار، واعتقد ده وضع طبيعي يعني بعد التجربه ديت بتفاصيلها، محتاجين يبقى في تركيز كويس والاختيارات تتم بشكل كويس. ومنتخب مصر طبعا عنده مسؤوليات كبيره الفتره اللي جايه، فطبيعه تبقى فيه تأني شويه ولازم يبقى فيه صبر ودراسه جيده ويعني تتم بشكل كويس عشان في النهايه الاختيار يكون موفق ان شاء الله. من وجهه نظرك يا كابتن محمود، يعني مين اللي ممكن يتوفر فيه محليا وعالميا الصفات اللي حضرتك دلوقتي بتتكلم ان احنا لازم ولازم ولازم لو طرحنا اسماء؟ اسماء لا صعبه، لا مش صعب، لا لا اقول لحضرتك حاجه، طب بلاش محليا عشان الاحراج، عالميا لو جبنا مدرب اجنبي مين اللي بيتوفر فيه من وجهه نظر كابتن محمود الصفات اللي حضرتك اتكلمت فيها دي دلوقتي؟ هو من البدايه استمرار مستر كروش اعتقد كان لازم يتم بشكل كويس، لان هو عمل نقله كبيره قوي في مستوى المنتخب الحقيقه، ودخل عناصر جديده صغيره بس ما حققش اي حاجه مرجوه من اللي جه عشان، بس هو كان قريب يعني اعتقد مستوى الاداء في المنتخب في الفتره بتاعته اعتقد عن لو جينا قارناه بالفتره السابقه اعتقد ان مستوى المنتخب عالي بشكل كويس. انت وصلت لمرحله نهائي بطوله افريقيا للضربات الجزاء والتاهيل لكاس العالم برضه، بس اللعيبه خرجت من تجربه المنتخب منهكين نفسيا، ومش بتكلم عن لعيبه الاهلي على فكره، معظم اللعيبه يعني ما كانش له هذا التاثير الايجابي الا سواء ما كانش بس فنيا على العموم او في العموم يعني. ده انا بنقل لحضرتك وجهات النظر برضه. انا ممكن اكون ما حققتش الهدف اللي انا حاطه، بس في نفس الوقت ما حصلش ان اللعيبه ما فقدتش الثقه في نفسها، واللعيبه ادت بشكل كويس، النتائج كويسه بشكل هو حصل كبير. هو حاول ولغط وجدل اكتر من الانجازات اللي احنا كنا مستنيينها. خلينا نقولها بالصيغه، انما الصح كان يستمر الحقيقه، كان يستمر يعني. هو اللي حققه ده برضه النقله فتره قريبه وفتره صغيره في المستوى، وفي تعتبر نتائج كويسه، انما ما وصلناش للهدف النهائي. انما للاسف احنا برضو احنا لو كنا احنا وقعنا مثلا في الماتش الفيصل بتاع الوصول لكاس العالم، وقعنا مع في مواجهه مع السنغال اقوى فرقه في افريقيا. احنا الفترات السابقه دي لو كنا مهتمين بالاجنده الدوليه وبنلعب ماتشات دوليه احنا كنا السادس، احنا لو دخلنا خامس
كنا هناخد هو في حاجات كتير قوي لو رجعنا بصينا بص على اللي فات لازم نراعيها في اللي جاي. احنا للاسف يا كابتن النقطه دي مهمه. انا يصعب عليا ان انا اقطعك بس غصب عني والله. النقطه المهمه لان احنا خلاص يعني طيب. الوقت يعني عايز تقول حاجه في ثواني يا كابتن؟ ثواني اتفضل يا فندم. النقطة دي يعني النقطة ديت بتاعت المباراة الفيصل أو الفيصل بورنيا أو الفيصلية سنغال، احنا لو كنا في الأجندة الدولية لعبنا بعض المباريات الودية كان ترتيبنا ممكن بدل السادس يخش في الخامس، دي كانت هتتيح لنا إن احنا ناخد من المستوى الثاني بتاع أفريقيا. طيب. ممكن الكونغو ممكن غانا، اعتقد كانت الفرصه تكون اسهل. على كل حال الحديث بقيه ان شاء الله وتنورنا مره ثانيه كابتن محمود. مشكوره جدا انا وكريم، وانا بشكر حضراتكم. الفقره اللي جايه هيكون كريم وهتنورنا فيها او هتنوروا فيها بقى دكتور دينا ابو السعود وملف جديد من الملفات الهامه للصحه. فاصل ونرجع نكمل.